انعقدت اليوم الدورة العادية لشهر شتنبر 2017 للمس الإقليمي لواء الذهب. تضمن جدول الأعمال 4 نقاط، فيها نقطتان اعتياديتان المتعلقة بالمصادقة على ميزانية التسيير 2018. النقطة الثانية تتعلق ببرمجة الفايت التقديري ل 2018، وأهم ما ورد في هذه البرمجة هو إحداث ثقب مائي بمنطقة عدن الحجرة لتقريب المياه من كسابة الإقليم، بالإضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية ما بين مجلس إقليم مواد الذهب ومجلس أعمال فجدان كاد. جديد في الاتفاقية هو البند المتعلق بتوفير 50 منحة وتسهيل ولوج الطلبة ديال إقليم مواد الذهب وجهة كل إلى دخول جامعات متواجدة بوجدة، دخول مع معاهد الطب، مع معهد الهندسة بإقليم وجدة أنقاد، بالإضافة إلى توفير السكن. النقطة الرابعة والمحورية والتي حاضت على نقاش مهم في هذا الموضوع هي متعلقة بقطاع الصيد البحري. طبيعة الحال قطاع الصيد البحري هو قطاع حيوي في الإقليم، ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد للجهة ككل. حاولنا ما أمكننا نسلط الضوء على الإيجابيات وعلى الإكراهات اللي تعرض لها القطاع، بالإضافة إلى التركيز على إدماج حملة الشواذ في هذا القطاع الحيوي.